بنت الحلال اللي دايما بتحب راجلها وتعيش معاه عالزمن وترضى بقليلها وتعيش معاه عالزمن وترضى بقليلها وتبتسم لما يجي البيت ينادلها وتبتسم لما يجي البيت ينادلها وتصوم عرضه ويماله حتى في غيابه والألف يوم هي معاه تكمل مع دماغه لطاها في زيت والقلب طاب وارتحت يا عين هالقصيده يا مستمعين جرت لشيخ من اهل زمان راجل غني وعنده اموال لكن طيب والراجل ده يا ساده اللي تحب الله غني حداه من ملكه ده دين لا غل ولا حقد الانسان ما دمت غني وربنا ما بعتلوش اولاد ويبقى زعلان برضه المال والبنون زينه الحياه في الدنيا صدق الله العظيم تطلع يا سادة قال لي تحب الله ونظر يا حضري ساعته ما كملتش سن وكبر ولا خلفش والنص عقله ما ترحمش وصهم تاني من الباب يعني كمني وحدانا الوكلة عيالة تتمشى شوية كل اللي عنده رجل يقابله بالبوكس والدولو محمود الله خليك معانا في البوكس يا محمود بالبوكس والدولو يا سادة فالراجل يبكي على حاله ويروح ينام ويصلي والليل يمسى عليه وينادى ربنا بالدعوات ويرفع يديه لربنا ومن بكاه ايه اللي ياشع محمد يصلى عليه يا حضرة النبي لما يكون مخلص مع مولاه يقف على بابه هو ويسلم الامر لله يقف على بابه ويسلم الامر لله اللي يصلي على النبي سعد السحري النبي وياه اللي يصلي على محمد سعد السحري النبي وياه 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 الراجل يرفع يديه لربنا العزوة بيها بتهدوه يتباهوا بالصبيان عايش بقى في وسطهم حزين يا ناغر غلبان والنص عصره اوان كانوا يشبهوا الغليان كانوا يشبهوا الغليان قطع الشكوى سنين وايام قطع الشكوى سنين وايام وليل اصبح ضنوي الام من الياس قلبه ملا اوهام والمطحن بقى يتمنى المطحن بقى يتمنى بقى الشكوى سنين وايام وليل اصبح ضنوي الام من الياس قلبه ملا اوهام والمطحن بقى يتمنى نده ويقال احسن لي انا اموت ويدفع عذاب لجمع نده وقال احسن لي انا نده وقال احسن لي انا اموت ويدفع عذاب لجمع من غير خلف انهم لي انا من غير خلف انهم لي انا وحال مين بس حيراح وحال مين بس حيراح ندوء الأحسن
واهل الهوى لما يجي الليل ما بينا موت
اللي يناموا الليالي يا عيني ما تهنوش، عدت عليهم امال بالخمره ما شربوش، مر المريد عالضرب وازاي ما سبتوش، مريد خدم صح سيدنا الحسين ما سبوش، قدمت ربي الادب والهدي ما يخنوش، قالت الرئيس ابني قدم صوت بالادب والوردي ما خمّر فقط وحصريا من رأفت حجازي. ما نحرموش، قالت الرئيس ابننا العايز ما نحرموش، لما ناس غلابة وناس في الدنيا دي وحوش، لما ناس غلابة وناس في الدنيا دي وحوش، وناس بتعرف طريقها وناس ما تعرفوش، وناس حجم وزارم وبرضه ما تعزوش، وناس حجم وزارم وبرضه ما تعزوش، وناس بتعمل خير وناس ما بعملوش، وناس بتعمل خير وناس ما بتعملوش، يا ما يا وناس ما تعرفوش، وناس حجهم وزارهم وناس ما حجوش، وناس تحب الفقير وناس ما بيحبوش، وناس تحب الفقير وناس ما بتحبوش، يكون مفتوح يا ابن الطريق عبادي، اوعى تكون مفتوح، اللي انت شكيت له نظر اليك لما ناديت له حالا اوام، لما شكيت له لبى النداء واتم نداء، يعني ربنا كرم يا عم ما تخافش. طبعا انبسط الحاج حليم وكاد قال لي توحد الله، وقعد يوحد ربنا في ساعة شهور والنور اهو ده في ساعة شهور والنور اهو باب، ومن السماء نزل الحمام، وجا امر صادر من الرحمن، يا المقبول حمد برد، يا المقبول حمد برد، لكن اسمعوا معايا الخبر، لكن اسمعوا معايا الخبر، احلى المعاني والكلام، تسع جمهور المولى امر، يا المخطو الحميد،
لكن اسمه معايا الخبر احلى المعاني والكلام. وقعد يا سادة اللي صحب الله ونظر يا حاضرين بعد ما اتصلوا على الضمير الا والزوجة تم الاشر بتاعتها وبشرته وبلغته وازاي حضرت في ثواني وهم يبص بقى يا سادة اللي صحب الله اول ما تجيب البنية تجيب ايه في البطن اتنين طلع على الزين صحبه اه رجع على الله عم اذا كده الحاج حليم وقال طبعا ربنا بعت له في الاول ولدين كان الولد الاولاني وقال لازم اسميه مصباح والثاني اسميه صلاح وانبسط الرجل على كده لما ربنا بعت له الخلفه يا سادة قال لي صح والله غني وعنده امال ربنا بعت له الاولاد بدا يفرح كده ويقول السلام عليك يا اللي مالك بتتخلى وقتك مسكين خايف على الملوين خايف على المساكين يا السلام السلام عليك يا اللي you
روحي لو ما تعيد البيت احن تقيل الكلام حقولك عليه كلامي وتحقيق يا فرحة اللي يكون السعدي له رفيق وجميل ويا خسارة ده اللي بيقع زي الزمن عليه لما بيقع يا خسارة لما 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 لما, 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 لما. الزمن عليه بيميل القبر يا ما بياخد والنحش يا ما بيشيل القبر يا ما يا ما يا ما بياخد والنحش يا ما بيشيل وجارت الايام ومرت الايام وجارت الايام ومرت الايام وصباح يعني قالوا بنية واحدة واما ثلاث اولاد يعني ثلاث اولاد صبيان وبنية واحدة يا سادة اللي تحب الله. بدأ الراجل يمدح النبي وهيمان وبيحب الرسول وعثمان في النبي بس طبعا كان ناوي لو ربنا بعت له غلبة يروح يزور النبي يروح يزور مين حضرة النبي ما راحش يزور النبي مع المال والاولاد وما افتكرش الزيارة يا سادة اللي تحب الله. فنام جاله الهاتف في المنام يا عم انت
يا شيخ حليم اما النمامة ونام تاني ما بتجلس النبي ليه ما بتوفوش بالنبر بتاعك يا بلدان؟ طبعا يا جماعة بدأ الحاج حليم ومعاه ابنه مصباح وخدوا الجواز وجنته ماشيين الاثنين مع بعضهم رايحين يزوروا به الجمال رايحين يزوروا محمد رايحين يزوروا محمد عليه السلام وهم ماشيين يا سادة اللي تحفظ الله مصباح وابوه الاثنين بوسط الطريق هنشوف جرالهم ايه طلع نبي ركبوا على الجواز على الجواز وإذا نتهم ماشيين اطلع يا سادة اللي توحد الله ودنتهم ماشيين في وسط الطريق قابلتهم شلة لطوف مسكتهم تعال يا راجل روح مين اللي وراش النبي يا ترى انت هتروح لمحمد والولد اللي معدى منين قال لهم ابن بنايا قال لهم الولد ده ابن بنايا مين هو مصباح ده كلام عن اول قال له طب يا عم انت بقى تجيب لنا الكيس المال اللي معاك وتجيب لنا الولد ده كمان الله ازاي ده انا جايبه وابني ضمايا ورايح يزور حضرة النبي تحرموني من النبي تحرموني من الرسول قالوا له ما تتكلمش قالوا له ما تتكلمش الدموع نزلت من عينيه وقالوا له لازم ناخد الكيس المال وناخد الولد ما كانش هنعذبك ونضربك الدموع نزلت من عينين الحاج حليم ونظر لهم وقال لهم ايه مش هقول الا لما تصلوا عليه نزلت من عينيه وصار يبكي ويقول لهم بدل ما تاخدوا الولد مني اديلكوا الكيس المال وتوكلوا على الله قالوا له يا راجل اسمع قال لهم خدوا مني مالي يا ناس بس الولد ده سيبوه خدوا روحي اهون علي مما انكم تاخدوه روحي يا اله السماء ده فرحتم وابوه جايبوه معايا عشان ينظر جمال طه وحياة جمال النبي تسيبوه ولا تاخدوه خدوا مني مالي يا ناس بس الولد ده خد روحي اهون علي مما انكم تاخدوه وحياة اله السماء ده فرحتم وابو جايبوا معايا عشان ينظر جمال طه وحياة جمال النبي تسيبوه ولا تاخدوه قالوا له ما تتكلمش وخدوا الكيس المال وخدوا الولد ولقيناهم ماشيين لكن هو واقف يبكي على حاله والدموع نزلت من عينيه واقف يبكي على حاله ساعة ما خدوا ولد وضناه بدأ الحاج حليم يبكي من بكاء بيقول ايه